دوري ابطال افريقيا والجوله الثالثه، جوله تحديد الاهداف. انت عاوز تطلع اول مجموعه ولا عاوز تطلع تاني؟ عايز تنافس على الصعود ولا خلاص سلمت امرك اللي تخرج من المجموعات؟ مجموعات تعقدت ومجموعات ماشيه كما المتوقع، والنهارده جايين نتكلم على مباريات الجوله الثالثه وتوقعاتنا مين الفائز فيها. بس قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس اول مره تشوفني عشان يجي لك كل جديد، عشان نسخن مسار مشترك امنيه 2021. يلا بينا نخش نتكلم على جولة تحديد الأهداف. حطيني رقم واحد في القصيم. خلينا نتكلم بس عن المباريات بتاعت الجوله الثالثه والمباريات دسمه وفيها مباريات مواجهات دربيات كبيره، بس تعالى نتكلم عن المجموعات اللي فيها تعقيدات نوعا ما شويه. المجموعه الاولى مثلا مجموعه النادي الاهلي وفيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، مجموعه ابتدت تتعقد. سيمبا متصدر بستة بونت تحتيه، فيتا كلوب بثلاثه بونت تحتيه، الاهلي بثلاثه بونت والمريخ بدون نقاط، وكل ده لعبه ماتشين ولسه في فاضل اربع ماتشات. ممكن في الاربع ماتشات تلاقي رأسا على عقب المجموعة اتشقلبت تماما، ممكن تلاقي الأهلي متصدر، سيمبا التالت، ممكن المجموعة تتغير بكل تأكيد، بالمجموعة معقدة تماما والأهلي داخل على مواجهتين في كلوب موت. فأنت أكيد المجموعات دي تعقدت. المجموعة الثانية بتاعت مازيمبي وسان داونز والهلال وشباب الازداد، برضه هو بنسبه كبيره سان داونز اصعد كاول مجموعه. ليه؟ لان سان داونز كسب مباراتين، الثاني تحته سان داونز او متصدر بستة بونت، اللي تحته مازيمبي بنقطتين واللي تحتهم شباب الازداد والهلال بنقطه واحده بس. فبرضه في شويه تعقيدات، محدش عارف لسه مين هيصعد كتاني للمجموعه. المجموعه الثالثه اللي هي الوداد وكازاك تشيفز وحرقة كوناكل وبيترو اتلتيكو، مجموعه برضه فيها شويه تعقيدات نوعا ما شويه. هو الوداد المتصدر ب 6 بونت، تحتيه حرقة كوناكري ب 4 بونت، وتحتيهم كازاك تشيفز ببونت، وتحتيهم بيترو اتلتيكو من غير بنقط تماما. فده برضه المجموعه دي ممكن تلاقي في نوش المباريات اللي جايه. والمجموعه الاخيره مجموعه الترجي ومدريد الجزائر والزمالك وتنجز، مجموعه برضه فيها تعقيدات، مجموعه ابتدت تتعقد. زمالك ومدريد الجزائر الاثنين بنقطتين، الترجي ب 4 بونت، فانت في تعقيدات، تعقيدات وفي مواجهات شرسه الايام اللي جايه، فبالتاكيد في تعقيدات كبيره في المجموعات. ولكن تعالى بقى نتكلم شويه عن مباريات الجوله الثالثه. الجوله الثالثه هتبدا يوم الجمعه الساعه 9 بالليل من الجزائر في مواجهه بين شباب بلوزداد والهلال السوداني، في مواجهه من وجهه نظري هي تكون صعبه على الفريقين، لان الفريقين هيخشوا مباراه عايزين يكسبوا الثلاثة بونت عشان يبقوا 4 بونت، عشان على الاقل يبقوا ثاني مجموعه. اكيد نفسنا حد من الاثنين دول، سواء الهلال السوداني او شباب بلوزداد الجزائري، حد من الاثنين يصعد كتاني المجموعه مع سان داونز، ولكن المواجهه دي تبقى صعبه جدا. وكمان المواجهه دي لو طلعت بالتعادل هتبقى سيئه على الفريقين، لان انت مش ضامن الناحيه الثانيه سان داونز ومازيمبا يخرجوا بالتعادل ولا يخرجوا مين فيهم كسبان، فانت لازم المباراه دي نطلع حد فيهم كسبان، وهي دي اللي هيخلي المباراه سخنه ومباراه شرسه. لازم حد فيهم يطلع كسبان، سواء شباب بلوزداد او الهلال السوداني. وشباب بلوزداد بصراحه المباراه اللي فاتت ضد سان داونز خسر بالخمسه في ملعبه، ودي كانت كارثه على شباب بلوزداد. وكمان في اول ثلاث دقايق حصل غباء كبير جدا من مدافع شباب بلوزداد، وما سابش الكوره، مش عارف انا مش فاهم ليه ما سابش الكوره يخش جول وشالها بايدينه على خط المرمى واطرد، واطرد ده اثر على شباب بلوزداد كبير جدا وخلاه انه يخسر 2-0. والناحيه الثانيه الهلال السوداني اتعادل مع مازيمبي، وده برده قد اللي هو متعادل برده في السودان. مازيمبي مش عارف الموسم ده مستواه غريب، ما قدرش يكسب شباب بلوزداد في ارضه، ما قدرش يكسب الهلال في السودان، فمن المتوقع ان هو يخسر من سان داونز في جنوب افريقيا. مواجهه شباب بلوزداد والهلال السوداني اتمنى حد فيهم يخرج كسبان، شباب سواء الهلال او سواء شباب بلوزداد، لان انا كواحد مصري اكيد مش بشجع ده او بشجع ده، حيادي جدا في مباراه زي دي. المباراه فيها فريقين عربيين كبار، اتمنى حد فيهم يطلع كتاني للمجموعه ويصعد المجموعه الموت دي، وان شاء الله المواجهه دي تبقى كويسه وحد فيهم يطلع كسبان، لان التعادل مش في مصلحه الفريقين. المباراه الثانيه وهي المريخ وسيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني اللي داخل المجموعه دي بيكسب اي حد، كسب في الكلاب بوكونو وكسب الاهلي في تنزانيا وراح للمريخ في السودان. المريخ الفريق الجريح اللي خسر مباراتين، المباراه الاولى بالثلاثه ضد الاهلي في القاهره، والمباراه الثانيه بالاربعه ضد فيتا كلوب في السودان. فداخل مواجهه سيمبا التنزاني وهو على المحك، هل قادر على الفوز على سيمبا ولا سيمبا التنزاني اقوى منه بمراحل وهيكسبه برضه في المريخ؟ من وجهه نظري انا سيمبا فريق رخم، سيمبا فريق بيلعب كوره مميزه، سيمبا فريق بيلعب كوره مش من الفرق العشوائيه، لعب كوره ضد الاهلي ولعب كوره ضد فيتا كلوب، فسيمبا التنزاني مش هيبقى لا الفريق السهل على المريخ السوداني. ومن وجهه نظري بتاسف لكل جماهير السودان ان المريخ السوداني لو خسر المباراه دي او اتعادل حتى كان هيبقى بره
البطوله تماما، لان المباراه دي محتاج ان انت تفوز عشان ترجع تاني للمنافسه. لو خسرت المباراه دي بنسبه كبيره المريخ هيودع البطوله، ولكن ما نتمناش كده، ونتمنى ان المريخ يعود اقوى ويقدم مباراه كويسه ضد سيمبا التنزاني. الديربي العربي الاخر وهو الزمالك والترجي التونسي، مواجهه هي تكون الاصعب في الجوله دي. الجوله الثالثه هتكون المباراه دي من اصعب المباريات. الزمالك اللي بقاله 3 ماتشات مش عارف يسجل، وعنده حكم تهديف كبير جدا وتضيع فرص وتضيع يعني تضيع اجوان بالجمله. والناحيه الثانيه الترجي التونسي، الفريق اللي قدر يفوز في المباراه الاولى ضد تون جيز، والمباراه الثانيه تعادل ضد مدريد الجزائر في اداء غريب من الترجي. الترجي مش فريق من بتاع سنتين، مش فريق اللي كان بيضم يوسف بلايلي واليس البدري وسعد الجير وتياسين الخناسي وفرانس كوم وكلوبالي، مش الفريق ده. الترجي اضعف من السنتين اللي فاتوا، كمان ممكن يكون اضعف من السنه اللي فاتت. فالترجي والزمالك مواجهه مش سهله على الطرفين، مش سهله على الترجي، مش سهله على الزمالك، ولكن من وجهه نظري ان الزمالك كفته ارجح عن الترجي. واكيد كل جماهير الترجي وجماهير تونس متاكده من الكلام ده، ان الزمالك السنه دي قوي. نعم عنده حكم تهديفي وما قدرش يسجل في مباراتين في دوري الابطال، ولكن الزمالك في مباراتين دوري الابطال والثالثه بتاعت وادي دجله في الدوري اللي كانت بتتلعب امبارح، ان الزمالك ما دخلش في جون على قد ما هو عنده حكم تهديفي، ولكن عنده صلابه دفاعيه كبيره. فده اللي مخليني مطمن، انا كواحد زملكاوي مطمن في مباراه زي دي، ان الزمالك يخش المباراه ممكن لا قدر الله ما يسجلش، ولكن ممكن ما يخشش فيه جوان، لان الزمالك صلب جدا دفاعيا. المباراه تبقى صعبه على الترجي وتبقى صعبه على الزمالك. الترجي فريق كبير وفريق ضخم وفريق شرس وفريق اكيد مش ناسي اللي انت عملته معاه السنه اللي فاتت، خرجته من دوري ابطال افريقيا وكمان كسبت السوبر، كسبت منه السوبر الافريقي، فاكيد عايز ينتقم منك، او عايز مش ينتقم، احنا مش في حرب، عايز يرد اعتباره وعايز يقول انا موجود وانا بفوز على الزمالك اهو. ولكن المباراه تكون صعبه على الفريقين بصراحه. انا كزملكاوي اتمنى فوز الزمالك، ولكن بالتوفيق للفريقين وبالتوفيق للترجي وللزمالك في المباراه القادمه. المباراه الرابعه وهي برضه من نفس المجموعه، وهي مباراه مولوديه الجزائر وتون جيز في السنغال. مباراه تبقى صعبه على مولوديه الجزائر، لان مولوديه الجزائر شفناها ضد الزمالك ادى اداء مش يطمن، وقدام الترجي برضه ادى اداء ما يطمنش. والمباراه الجايه لتون جيز في السنغال شفنا الزمالك قدر يعاني قدام تون جيز هناك، مش بسبب ان تون جيز فريق قوي، لا بسبب درجه الحراره، بسبب الارضيه الوحشه، بسبب الحكم التهديف عند الزمالك. هل المولوديه يقدر يفوز على تون جيز في السنغال؟ يقدر، لان تون جيز مش من الفريق الصعب. مولوديه الجزائر يقدر يكسب تون جيز ويرجع للمنافسه تاني على صعود المجموعه، وفوز المولوديه على تون جيز هيعقد المجموعه تماما. لو الزمالك مثلا كسب المباراه القادمه ضد الترجي، الزمالك يبقى عنده 5 بوند، ولو مولوديه الجزائر كسب برضه المباراه يبقى عنده 5 بوند، وكده بنشوف الترجي ممكن ينزل المرتبه الثالثه. فالفوز بتاع مولوديه الجزائر على تون جيز هيخلي المجموعه تتشقلب، وفوز الزمالك على الترجي برضه هيخلي المجموعه تتشقلب، وفوز الترجي على الزمالك او فريقين يتعدوا هتلاقي صدام كبير جدا المباريات اللي جايه. فالمجموعه دي متحدده على الجوله ديت، وزي ما قلت انا وبقول لكم من اول الحلقه ان الجوله دي هي جوله تحديد الاهداف. هل انت هدفك تصعد المجموعه كاول ولا ثاني، ولا انت هدفك تنافس بس من بعيد، ولا انت خلاص سلمت بطوله من خارج البطوله؟ هي دي. والكلام ده ينطبق على المجموعه دي جدا جدا جدا، المجموعه تحديد الاهداف. هل المولوديه قادر على تون يفوز على تون جيز؟ بكل تاكيد قادر على تون جيز، وكل التوفيق لمولوديه الجزائر ان هو يفوز على تون جيز في السنغال، وان شاء الله نشوف اداء كويس للمولوديه عكس المباراتين اللي فاتوا، ونشوف المباراه دي شكل مغير شويه ولاولاد الجزائر. المباراه الخامسه، والمباراه مش تبقى سهله تماما على النادي الاهلي، وهي مباراه الاهلي وفيتا كلوب. ليه مش تبقى سهله على النادي الاهلي؟ لان النادي الاهلي بنشوفه ضد سيمبا التنزاني بيقدم مباراه مش الافضل ليه، قدام طلاع الجيش في الدوري المصري بيقدم برضه مباراه مش الافضل ليه، وكمان فيتا كلوب جاي لك من فوز على المريخ برباعيه بثقه كبيره، وكمان داخل المباراه بتاعته سواء في القاهره او في الكونغو هيلعب مباراه كانها النهائي، مباراه حياه او موت بالنسبه له، لانه عايز يصعد من المجموعه وهو دلوقتي 3 بونت زيك زيه، الاهلي 3 بونت في الكلوب 3 بونت، فاللي يفوز في المباراه دي ويفوز في المباراتين الجايين بنسبه كبيره هو اللي هيصعد من المجموعه. ولكن اي تعثر للاهلي ضد فيتا كلوب هيصعب المهمه كتير جدا على الاهلي، لان الاهلي المباراه اللي جايه هيلاعب فيتا كلوب بره مصر، وهيلاعب المريخ السوداني بره مصر، بعد كده هيرجع يلاعب سيمبا التنزاني في مصر. فانت داخل على معمعه كبيره جدا 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 في المباراه اللي جايه، فلازم الاهلي يفوز في المباراه دي بكل تاكيد. لو الاهلي ما قدرش يفوز في المباراه
المباراه دي ضد فيتا كلوب وتعادل مثلا او خسر المباراه، انا بقول لكم الموضوع صعب جدا 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 على النادي الاهلي. وهنشوف المباراه الجايه، المباراه اللي لعب يوم السبت الساعه 9 بالليل، في مباراه برده من مباراه تحديد الاهداف، هل انت هدفك تكسب المباراه وتصعد كاول مجموعه وتنافس سلم التنزيل على الصداره، ولا انت من وجهه نظر انك تصعد مجموعه ثانيه او تصعد مجموعه خلاص، ولا ممكن المجموعه تتعقد عليك وكل توفير النادي الاهلي، ولكن المباراه تبقى اصعب مباريات الاهلي في البطوله دي. المباراه الاخيره معانا في حلقه النهارده هي مباراه الوداد المغربي وحوريه كوناكري الغيني. الوداد متصدر المجموعه، يجي تحته حوريه بفرق بنتين بس، مباراة هتبقى صعبة على الوداد بسبب ان حورية كوناكري شفناه بيقدم مباراة كويسة ضد كايزر تشيفز، مباراة كويسة ضد بيترو اتلتيكو، فحورية كوناكري داخل مباراة ضد الوداد، الوداد كمان منتشي بفوز مهم، فوز مهم على كايزر تشيفز، قدر يكسب بيترو اتلتيكو وكايزر تشيفز الاثنين مباراتين بتوع اول المجموعة، كسب بيترو اتلتيكو ب1-0 بالعافية في انجولا اي نعم، ولكن كسب كايزر تشيفز في مباراة كبيرة جدا 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 ضد كايزر تشيفز في المغرب، فقدر ينتصر عليه ويقدم مباراة كبيرة جدا. شفنا النجم بيعمل جون واسيست، شفنا ايوب الكعب بيجيب جون، كسب الوداد بالاربعة، فمباراة تبقى صعبة جدا على حرية كوناكري. انا بقول لكم الوداد يقدر يكسب المباراة دي بكل اريحية وبكل سهولة باذن الله، لان المباراة مش هتشكل صعوبة كبيرة قوي على الوداد. نيجي للفقرة المحببة لقلبي وهي فقرة التوقعات. المباراة الأولى يا مباراة شباب بلوزداد والهلال السوداني، أتوقع فوز شباب بلوزداد على الهلال السوداني. المباراة الثانية مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، وللأسف المريخ يتعثر لثالث مباراة على التوالي ويخسر من سيمبا التنزاني. المباراة الثالثة مباراة تون جيث ومولودية الجزائر، أتوقع وأتمنى في نفس الوقت فوز مولودية الجزائر على تون جيث في السنغال. المباراة الرابعة وهي تقريبا أصعب مباراة الجولة دي، مباراة الترجي التونسي والزمالك المصري فرادس، وتوقعي للمباراة دي هي فوز الزمالك على الترجي التونسي. المباراة الخامسة مباراة الأهلي وفيتا كلوب، وتوقعي هو تعثر الأهلي ضد فيتا كلوب والمباراة تخرج بالتعادل. المباراة الأخيرة وهي مباراة الوداد وحورية كوناكري، وتوقعي للمواجهة دي وهي فوز الوداد على حورية كوناكري. في الأول وفي الآخر ده كان رأي شخص واحد في مباراة الجولة التالتة، وكمان توقعي أنا. قول لي رأيك أنت في المباريات، قول لي توقعك أنت من وجهة نظرك في الكومنتس، ولو الحلقة عجبتك متنساش تعمل لايك عشان الحلقة توصل لأكبر عدد من الناس، ولو أول مرة تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، عشان نزلك على مسيرة مشتركة من نهاية 2021، وتابعنا على السوشيال ميديا عندي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك وتويتر وتويتر، وكان معاك مصطفى، أشوفك الحلقة الجاية، سلام.